جديدة عن التحرش الجنسي اللي يتعرض له الأطفال سواء كان كيفك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك؟ الحمد لله. A young girl stares defiantly into the camera. Her question, shocking, coming as it does from an 11-year-old. Nada Al-hdal, Islamic Yemenia, تبلغ من العمر 11 سنة. Nada Al-ahdal, niña islámica de 11 años, que ni quiere ser niña, no casarse. كما تعرفون إن أنا هربت من الزواج من الجهل من عشان أتعلم مش هربت عشان الزواج فقط عشان الجهل عشان أتعلم على تعليمنا أن يتغير الطفل العربي حلم كبير واقع أليم طبعاً كطفلة أنا للآن أنا ما أعرف إيش أصلاً زواج حقيقي منعت من السفر واستلام جوائزي فحاولت من مطار عدن قطروا أحلامنا، قطروا كل شيء اللي فينا. لا، رفضت إني أكون ضحية لزواج القاصرات، لأني رأيت ضحايا أمام عيني مثل خالتي وأختي وابنة عمي. أنا وعدت نفسي إني ما أبكي. أيها العالم الحر والمتحضر، يجب أن نوقف جميعاً ضد هذه الانتهاكات التي تقتل نفوس ضحاياها، ومعها تدمر أجيال تنشأ تحت رعاية أمهات منتهكات حقوقهم منذ طفولتهم.